قال المصنف رحمه الله تعالى ننتهينا من باب رفع الصوت بالنداء باب ما يحقن. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثابت أمين شيخ أصحاب الكتب الستة، ليس في الكتب الستة قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر هو من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حدثنا حميد بن حميد وهو من الثقات الأثبات. قال عن أنس بن مالك حميد الطويل، قلنا حميد الطويل أيضا يروي عن أنس مباشرة ويروي عن أنس بواسطة ثابت البناني، وحميد تكلموا فيه لأنه كان يعمل عريفا. وتعلمون هذه المسألة، هم تكلمون في مسألة القرب من السلطان وهذا بيناه قبل ذلك وشرحناه. نعم. قال عن أنس بن مالك وهو من السبع الأنصاري من السبع المكثرين عن النبي الأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. كان ينتظر الفجر فيسمع الأذان، إن سمع الأذان حكم بالإسلام، فلم يغر إن لم يسمع أذانا أغار عليه. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومست ركبته فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي احتج به ابن حزم بأن الفخذ ليس بعورة، أنه قال لا يمكن أن يسمح النبي صلى الله عليه وسلم أن تمس عورته. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم، القفف اللي فيها الأشياء الكبيرة، فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله والخميس، محمد والخميس، الخميس عن الجيش لأنه مخمس، ميمنة ميسرة مقدمة مؤخرة قلب. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر. وذكر فيه حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا، هذا الحديث حديث من الأهمية المكان، وهذا طبعا إن تعلم أن البخاري رواه في مسألة باب الفخذ وباب يأتي في الجهاد أيضا وباب الجهاد، وروى مسلم الحديث متفق عليه من البخاري ومسلم، وهذا حديث عظيم جدا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار باب ما يحكم بالأذان من الدماء. طبعا هذا مصداق الترجمة مطابقة، لأن الحديث هنا عندنا قال كان إذا غزا بنا القوم لم يغزوا بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنه، وهذه فيها دلالات. الدلالة الأولى طبعا كما قلنا بأنها التبويب مصداق مستقى من الحديث، وأنه أن الإسلام كف عنهم لأنه لما سمع الأذان علم وحكم بإسلامهم، وأهل الإسلام معصومون الدم والمال والعرض إلا بالثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم أموالهم وحسابهم على الله. حكم بإسلامهم لما سمع الأذان، إن سمع الأذان تحكم الإسلام، لأن في الأذان الشهادتين، لأن في الأذان الشهادتين. نعم. وفي الحديث أنس رضي الله عنه أرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يغزو حتى يصبح وينظر. شوف هنا الآن أيضا سيتبين، ولأن مسألة إسالة الدماء ليست مسألة هينة، هي مسألة عظيمة، ولأنه لا يقاتل من أجل القتل ولا يغزو من أجل الغزو ولا من أجل الغنيبة، والله ما قاتل إلا لتكون راية الله هي العليا،
وما قاتل إلا ليدخل الناس في دين الله أفواجا. لذلك كان يتبين بأبي هو وأمي، يتبين هل هناك يعني هل نحكم بالإسلاميين أم ليس لا نحكم بالإسلاميين. وكان الحكم الإسلامي على ذلك هو الأذان. الأذان دلالة على أنهم قوم مسلمون، وإن دلت أيضا على حقن الدماء في الإسلام، ولأن الله جل وعلا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر على الكفرة شعائر الإسلام. واختلف العلماء إذا جاءت طائفة وامتنعت عن هذه الشعيرة هل يقاتلها أولي الأمر الإمام أم لا؟ والصحيح الراجح أن أولي الأمر يقاتلها، صحيح الراجح لذلك أن أولي الأمر يقاتلها بذلك يقاتلها. فإذا امتنعت طائفة لها شوكة امتنعت عن هذه الشعيرة وعن إظهار الشعيرة وجب قتالهم، وجب قتالهم من قبل ولي الأمر للحفاظ على شعائر الإسلام. فلما لما ذهب إلى خيبر ونسمع أذانا قال أنس أنه أردفه أبو طلحة. والإرداف صحيح لأن السلام أردف معاذا وأردف أسامة وأردف الفضل بن العباس وأردف رجلا، وأراد أن يردف أسماء أيضا بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، دلال على الجواز. نعم، وهي دلت على التواضع أيضا. أنس لما أردف أبو طلحة مست ركبته فخذ النبي، وظهر فخذ النبي ورآه. لذلك العلماء قالوا الفخذ ليس بعورة، هذا الراجح صحيح، كما أنه كان يجلس متكئا وفخذ عار. دخل عليه أبو بكر وعمر فلم يهش ولم يمش ولم يغير من جلسته. لما دخل عثمان هيئ نفسه وجلس وعلل بأنه رجل ملئ حياء تستحي منه الملائكة، فهو لما ملئ حياء لا يستطيع أن يطلب حاجته وإن كان قد جاء لحاجة، لذلك استوى النبي صلى الله عليه وسلم له. ولما دخل خيبر قالوا محمد والخميس، ما توقعوا يعني محمد والجيش خانوا، فملكهم الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل قال الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، عز الإسلام، هذا عز الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يعزنا بدينه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم أمين يا رب. الشاهد من ذلك بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان كف عنهم، وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم. ومعنى ذلك أن الأذان يحكم أهله بالإسلام لأن فيه التوحيد، لأن فيه التوحيد. نعم، الفوائد المستنبطة. الأحكام على الناس بالظواهر وبواطن الأمور عند الله. هناك طائفة تقول له يا رجل إن الرجل لا يتكلم بالبدعة وينهى عنها، وإن الرجل يقول يا بدعة، يقول لا هو في الباطن يقول كذا، وهو في الجلسات الخاصة يقول ذا كذا. أعوذ بالله، قوم كالجنون، بل هم جنون أو يستعينون بالجنون، واستعانتهم بالجن فإخبارهم ولو كان صحيحا كما قالوا، وإخبارهم من قبل الجن نشكك فيهم ونطرح قولهم صدق قول الكذوب. والجن إن تجسس لهم فالمتجسس فاسق، والمستمع للمتجسس فاسق، والذي يرتب الحكم على التجسس فاسق وأفسق من الفاسق الذي تجسس. فكيف لهم النجاة من ذلك؟ كيف لهم النجاة من ذلك؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفأل من حسن ديننا الفأل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبترت شرك أبترت شرك، قال وأصدقها الفأل. قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وأصدقها الفأل؟ قال الفأل الكلمة الطيبة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط